اليوم حضرتوا بعد ما صفتنا واحد بعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي تكونت واحد اللجنه مؤقته اللي كتكون من السي يحيى الله السي العزوزي والسي توفيق. صفتنا واحد الرساله للنادي باش يسلموا المهام مده اسبوع بعد انقضاء المده. جات هذه اللجنه ومع المنخرطين ديال النادي باش يتسلموا المهام. اليوم كما شفتوا حاولنا نجمعوا جميع المستخدمين النادي من الكاتبه المكلف بالملاعب الرياضيه الحارس المكلف بالمدربين باش نوصلوا لهم ميساج ونعطوهم المحضر ديال الجمع العام ونبينوا لهم بان جميع الامور الاداريه والماليه للنادي والتي تكلف بها اللجنه المؤقته حتى انعقاد الجمع العام هذا تم بعد ما احنا قمنا بالجمع العام الاستثنائي والمكتب المسير قام بواحد الطعن. اذا بقوه القانون اللجنه المؤقته هي اللي عندها الحق في التسيير حتى يبطل القضاء في هذا النزاع اللي كاين بين الطرفين. فلهذا ارتئينا اليوم كما شفتوا جو الناس جو المنخرطين باش تكون اون باساسيون راه شفتوا في واحد الجو اخوي عائلي. ان شاء الله احنا نتمناو غير التقدم والازدهار للنادي الملكي باكادير. جاو جمعوا اكثر يعني 80% تقريبا ولا 85% ديال المنخرطين وداروا جمع عام استثنائي. والتصويتات كانت بالاجماع على عزل المكتب الحالي وتغيير القانون الاساسي ويعني مشروع ديال التحيين ديالو باش يكون مطابق ل 30/9 وتنشات واحد اللجنه مؤقته اللي تسير النادي باش على ما يدار الجمع العام اللي غيكون ان شاء الله نهار 22 يونيو ديال الجمع العام لانتخاب المكتب المسير اللي غادي يسير شؤون النادي ان شاء الله في المستقبل. هذه 18 سنه ماشي مزال هذه 18 سنه ونفس المكتب اللي كاين نفس الرئيس ونفس المكتب اللي كاين. المكتب كيتسير بواحد الطريقه اللي ما راضينش عليها جميع المنخرطين. المكتب في واحد الحاله النادي في واحد الحاله قبيحه بزاف لا من الناحيه الرياضيه ما كاين لا مشروع رياضي لا حتى شي حاجه لا من ناحيه البنيه التحتيه. وحاجه اخرى مهمه هو ان القانون الاساسي اللي كيمشي عليه النادي فواحد القانون مصوب على المقاس باش كيقصي جميع المنخرطين وكيفرق ما بين المنخرطين النشيطين والعاديين. يعني هادشي هذا واحد الاساليب قديمه الوغ يعني الجمعيات الرياضيه على حساب الخطاب الصحي ولا لا وعلى حساب التوصيات ديال الوزاره الوصيه خصو يمشي ب 30/9 اللي هو القانون اللي بالنسبه للجمعيات الرياضيه. حنا عندنا مثلا بالنسبه ليا في القبل ما يمكنليش نحضر الجمعه العامه ما عنديش حق في التصويت. هادشي هذا الناس يعني عيات من هذه الوضعيه وهادشي علاش نتاد هاد الحركه ديال التغيير. أكادير الرياضة كانت رائدة في أكادير في الثمانينات وفي التسعينات يعني كانوا يضربوا بها المثل. هبطت لواحد المستوى ضعيف بزاف. كنطلبوا من الجميع هذا لأن الرياضة راه ماشي ديالي ولا ديال المنخرطين راه ديال المدينة هذا وجه المدينة. يعني كنطلبوا من السلطات من الفعاليات مع أعيان البلاد والفعاليات المدينة والمنخرطين خص الجميع وكاين جميع الإمكانيات. يعني النادي راه من أحسن النوادي يعني من الناحية ديال الموقع ديالو من ناحية ديال المساحة ديالو. تبارك الله راه عندنا 17 ليران ما كايناش 17 الكور ما كاينه في حتى بلاصه. جميع الظروف خصها ولكن سوء الحظ راه شتي كيفاش الوضعيه كيفاش دايره.